اليوم بهذا الفيديو راح تتعلم شلون تسوي السي في بكل سهولة وبشكل احترافي. خليكم وياي. السلام عليكم. بعد التحية والسلام وياكم مصطفى. طبعا قبل لا أبدأ الفيديو أتمنى تشتركون بقناتي حتى توصلكم كل ما هو جديد. اليوم موضوع مثل ما تشوفون على السيرة الذاتية، شلون تسوي لك سيرة ذاتية بشكل مضبوط وبشكل يعني احترافي 100%، تقدر تسوي إنجليزية وعربية. طبعا هذه هسه حاليا اللي راح نسويها بموقع اسمه هو كانفا، موجودة التطبيق مالته من على الاي او اس وعلى اندرويد، تقدر على الموقع مالتهم وبالموقع بعد تضبط تقدر تسوي لك سيرة ذاتية بها بشكل محترف، ينطيك قالب كامل بس تقدر تغير به الكتابات، راح تغير عليه وتقدر تسويها انجليزية وعربية. قبل كانت مرة ما يدعم اللغة العربية، لهذا ما كنت اريد اسوي فيديو عليه، هسه حاليا جاي يدعم اللغة العربية 100%. طبعا القوالب اللي عليه يعني شغل محترفين، يعني كأنما مشتغليها، يعني من تسوي لك السي في بي كأنما مسويها على الفوتوشوب او وورد، بس هو اكثر فوتوشوب. فاكثر الصفحات هسه حاليا منتشره بالفيس، يسوي لك مثلا سي في، يقول لك تعال اسوي لك سي في ب 10,000 15,000. ترى صحيح اكو ناس دي يسوي فوتوشوب، بس اكثرهن 70% انا اقول لك يا اكو شخص انا اعرفه وايد يسوي للناس ب 5,000 يسويها من موقع كانفا. الموقع كانفا يعني مثل ما قلت لكم القوالب مالته كلش مضبوطه، فما اريد اطول عليكم، خلينا نتحول على الحاسبه واشوفكم اياها شلون تسوون بيها. شباب مثل ما تشوفون هاي الموقع اللي هو الكانفا، نكتب canva.com، نقدر نطبع عليه او تقدر تكتبه بالجوجل او على ال HTTP. ومن هنا يطلع لنا الصفحه. اول شيء اذا لازم تسوي لك ساين اب، يعني تسجيل دخول، تقدر تسوي على جوجل على الفيسبوك مالتك. فاني مسجل فراح قبل اطب على الحساب مالتي. ورا ما تسوي تسجيل دخول راح يطلع لك هذا القائمه اللي هو يقول لك كريت ديزاين، تقدر تصنع يعني الديزاين مالتك. اول شيء شوف الناس مثلا يقول لك تراي التمبليتس الحاضر، يعني القوالب راح ينطيك، شوف راح ينطيك انستغرام بوست، فيسبوك بوست، بوستر، لوجو، ذني، كلها راح ينطيك اياها. شباب صدقوني ما راح يطول عليكم اكثر، يمكن القالب كله حاضره. فيعني ما اريد مثلا انا اسوي هذا الفيديو اريد تتعلمون من عنده، ما اريد من عندكم تروحون على الصفحات وتدفعون 5,000 10,000 على مود السيرة الذاتية. يعني شغلة كلش سهلة، ونصيحة لازم تسوي لك سيرة ذاتية، لان حاليا هسه الشغل البرايفت الشركات الاهلية كلها يريد من عندك سيرة ذاتية. اكثر الناس يقولون شنو هو السيرة الذاتية؟ ترى هو السيرة الذاتية ما بيها شيء، معلوماتك كاملة وشنو الشغل مالتك كلها تكتبه عليه. وهسه خلينا نبلش بيه. هنا نكتب ريزوم، قبل راح يطلع لك هذا هو القالب مالته، راح يفتح لك اياه. وراء راح يطب على هذا الصفحه على اليسرى، ينطيك القوالب كلها حاضره مثل ما تشوفون، كلها فري، كاتب لك فري، كلها مجانيه 100%. بس اكو يعني بعض اكو ناس هم دي يبيعونه، يعني مو مجانيه. شوف ذني كلها هسه كلها فري، عندك انواع واشكال تقدر تطب تسوي ذن اول هسه مثلا بروفيشنال، ذن المحترفين اللي يعني السيرة الذاتية مالتهم هواية بي كتابة، فهذا البروفيشنال مالته. اذا انت مثلا ما عندك شيء قليل تقدر تدوس على سمبل وراح ينطيك السي فيات، شغلة بسيطة كلش. هسه مثلا هذي ندوس عليه، شوف نقرب الصفحة، شوفوا ايش قد حلوة السيرة الذاتية كاملة كلش حاضرة. يعني اذا تريد تكتب باللغة العربية او انجليزية عادي ما بيها اي اشكال، فقط شوف كلها حاضرة، تدوس هنا تكتب لك باللغة الانجليزية او باللغة العربية. فيعني شغلة سهلة كلش ما بيها اي شيء، انت تريد شلون تسويها كامل راح تقدر تسويها على راحتك تسويهن. شوف هسه مثلا انا عندي هاي السيرة الذاتية مالتي باللغة العربية
وهذه السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية. طبعا هذا القالب أنا مسويه كامل بنفسي، لأن كل شيء موجود هنا. شوف مثلا نروح على elements، هنا العناصر موجودة، شوف كل شيء موجود، ما الصورة، الشارت، shapes، frames، كل شيء موجود، lines تقدر تسوي لك. شوف ذن الكرات أنا مسويها، واللغة كاتبها، والاتصالات، ذن الصورة من أنا حاطه. والشغلة الحلوة بيها همين تقدر تسوي أبلود، مثلاً تدوس على أبلود منها تقدر ترفع صور حتى تشتغل عليهم، أو إذا أنت مثلاً عندك شغلات لوجو تريد ترفعان تقدر ترفعان. وذني باك جراوند تقدر تسوي لك خلفية، يعني تحط لك خلفية وراها فتصير كلش حلوة. شوف هاي باك جراوند صارت، ما بيها أي شيء، يعني كلها دروب أند دراج، أبداً ما بيها شيء، يعني مو شغلة صعبة. فأتمنى تشتغلون بها، وهاي السيرة الذاتية مالتي كاملة، وتقدر اللغة العربية مثل ما قلت لكم تقدرون تكتبون عليه. وعندك غير شغلات هم تقدر تسويها، مو بس السيرة الذاتية، يعني تقدر تريد مثلا انت ابو الصفحات الفيس تقدر تسوي لك اي شيء، مثلا فيسبوك بوست. شوف فيسبوك ايد اكو هسه مثلا هذا ادفرتايز، يعني تريد تعلن شيء موجوده كلها. شوف لان الصور كلهن حاضرات، يعني مو شغله بس سيره ذاتيه. ف يا ريت اتمنى من عندكم بانه تسوون انت سيره ذاتيه وتتعلمون، وهاي ابسط طريقه حتى تسوي لك سيره ذاتيه. ما اريد اطول عليكم، وصلت نهايه الفيديو، اتمنى استفادتوا من عنده، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، الدعم المعنوي لا غير. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.